بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أبناء طلاب الصف السادس بمدارس العبير الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى بنبدأ في الفصل الثاني وهو بعنوان الإحصاء والتمثيلات البيانية، ومع أول درس في هذا الفصل وهو بعنوان خطة حل المسألة. والفكرة بتاع الدرس، فكرة الدرس أحل المسائل باستعمال خطة إنشاء جدول. يبقى الخطة اللي معنا اليوم اسمها ايه؟ انشاء ايه؟ انشاء جدول. نشوف مع بعض المثال المحلول امامنا اهوت. نشوف مع بعض المثال المحلول هنا، بتقول لنا ايه؟ اجريت مسحا لمعرفة الوجبة المفضلة لدى زميلاتي من بين اربع بدائل، اهمت دجاج، لحم، غنم، سمك، خضار، وهذه النتائج. والمطلوب مني انشاء ايه؟ انشاء جدول عشان اعرف اللي فضلوا السمك زيادة كام على اللي فضلوا الايه؟ الخضار. هنا هو عمل ايه الان بعد ما كتب افهم وخطط؟ طبعا هنا بذكر المعطيات المطلوبة، وهنا بكتب اسم الخطة اللي هستخدمها. تقول مثلا استخدم خطة انشاء جدول. هذا الجدول اهوت، هو عمل هنا الوجبة والاشارات والتكرارات، كتب انواع الوجبة الان، دجاج، لحم، غنم، كده لغاية ما خلص، وبدأ يقرأ جاب الارقام اهيت. بدأ هنا ايه؟ خضار، يقوم عامل قصاد الخضار شرط، لحم غنم ايوه شرط، اشارة هنا، هنا ايه دجاج شرط، وهكذا. وكل اربع شرطات والخمسة ناخدها بالعرض، نعملها ربط. الربطة كام؟ خمس ايه شرطات. بعد ما ينتهي يبدأ يعد بقى، ادا خمسة واربعة تسعة، ولغاية ما يخلص. هنا بقى فايدة الجدول ايه؟ انشاء جدول هو بيسهل لك الوصول للمعلومة. اللي اختاروا السمك هنا كام؟ خمس، والخضار تلات، اعرف اقدر اجيب الزيادة الان. لكن هقول هنا خمسة ناقص ثلاثة يساوي اتنين، فعلا طالبتين هما اللي اختاروا الزيادة، اختاروا السمك على الخضار. لكن بدون جدول هتبقى صعب، يعني هنا بيانات كتيرة أصلا ممكن تلخبط في العد، بدون جدول هيبقى لخبط، لكن بالجدول بيسر لك الوصول للإيه؟ للمعلومة. طيب تعال مع بعض كده ناخد إيه مسألة ونعرف إزاي إيه إزاي بحل. هنا رقم أربعة بيقول لي إيه؟ الجدول الآتي يبين الألوان المفضلة لطلاب أحد فصول الصف السادس. أهي عايز مني أكون جدول وأذكر كم يزيد عدد الطلاب الذين يفضلون اللون البني على الذين يفضلون اللون الأخضر، وطبعا البيانات قدام اهيت، وأعمل لك المفتاح اهوت إزاي أزرق وهكذا. هنعمل إيه؟ هنعمل جدول أهو، تعالوا مع بعض. هذا الجدول أهو، هنضع هنا الإيه؟ اللون، وهنا الإشارات، وهنا الإيه؟ التكرار. ألواني هنا مين؟ الأزرق والأصفر والبني والإيه؟ والأخضر. أبدأ بقى براحتي كده بالقلم الرصاص، وأبدأ إيه؟ آخد خط تحت الإيه؟ الأزرق، وأقوم جاي مقابل هنا وأضع إيه؟ واضع إشارة. أنا هشرح السؤال ده بالتفصيل واحدة واحدة. تاجي هنا على الأصفر تخط، وتاجي عند الأصفر تضع إشارة. هنا الأزرق، وتضع هنا الإيه؟ الإشارة. هنا الأخضر، تضع على الإيه؟ الأخضر إشارة، وهكذا بالترتيب. بني يبقى هنا إيه؟ بني. أزرق يبقى هنا أزرق إشارة، بيطرح عشان ما انساش ولا واحد. فايدة الخط ده ما انساش ولا واحد، لكن بالرصاص. هنا البني، أضع البني إيه؟ إشارة. أصفر، هذا الأصفر. أزرق، هنا الأزرق. بني، هذا البني أهوت. كمان بني أهوت. أصفر، نضع الأصفر. أخضر، هنا أخضر. وكمان اخضر، نضع هنا ايه؟ اخضر. شوف كده عشان ما ننساش ولا واحد. هنا بني، البني ديت دي اربعه، الخمسه تبقى فين؟ بالعرض كده. هنا ايه؟ اخضر، يبقى هنا اخضر. ازرق، تبقى دي بالعرض عشان الخمسه تكون بالعرض. اصفر اهوت، وهنا زي ازرق اهوت، وبعدين ازرق اهو، وبعدين اخر حاجه بني اهو. وعد بقى، دوت خمسة واتنين كام؟ سبعة. هنا أربعة، خمسة واحد ستة، وهنا كام؟ منتهى السهولة. خلاص احنا شرحناها بالتفصيل. أقدر أجيب بقى من خلال هذا الجدول على السؤال، بيقول لك إن هنا الإيه؟ اللي بيفضل البني أزيد من الأخضر بكام؟ ده البني وده الأخضر. أقوم طالع ستة ناقص أربعة هيساوي كام؟ هيساوي أيوه اتنين. بس يبقى هنا إيه؟ يزيد على الطلاب الذين يفضلون اللون البني على الذين يفضلون الأخضر بكام؟ باتنين، يبقى طالبان زيادة.
دي فايدة الايه كاتب، لكن من هذه البيانات هتبقى صعب ان انا اطلع، وممكن اخطأ او انسى ايه له. خلاص عرفنا الطريقة، تعال بقى نحل بسرعة كده. يلا هنا عايز ايه؟ عايز كم طالب درجته 7 على الاقل. يعني ايه 7 على الاقل؟ يعني 7 وانت طالع لفوق، يعني فاكثر 7 فاكثر، يعني اللي يجيب 7 8 9 10 عايزهم كم واحد؟ تعال نعمل جدول. احنا ممكن بقى نعمل ايه؟ نقول هنا الدرجة وهنا الإشارات وهنا التكرار. نقول هنا اللي أقل من 7 في صف واحد، وهنا 7 فعلى الأقل، 7 على الأقل يعني 7 فأقصر. يبقى أنا هقرأ هنا وأحط الإشارة هنا، من 1 لغاية 6 ضعوا هنا، من 7 ل 10 ضعوا هنا، يلا 8 عرفت إيه أهي، 9 شوف بقى، شوف الإشارات فين، 7 6 هنا لأن أقل من 7، 7 هنا، 10 بالعرض هنا، 9 هنا، 9 تحت، 8 أيضا تحت، 10 تحت، 10 بالعرض، 5 تبقى فوق لأنها أقل من 7، 8 فوق، 10 تحت أهي، تانية كده تحت، 7 برضو تحت، 6 تبقى فوق، 9 تبقى تحت، 8 تبقى بالعرض، 10 هنا، 5 هنا، وخمسة الأخيرة هنا، وأعد هنا 5. 15 يبقى كام؟ 16. يبقى كام طالب حصل على 7 على الأقل؟ 16 طالب. ده فائدة الجدول، يوصل لك المعلومة بمنتهى السهولة. سؤال تاني، احنا كده خلصنا إنشاء ايه الجدول. هو بقى يديك الآن مسائل ايه متنوعة ممكن تحلها بأكتر من خطة، أي خطة يعني، تخمن وتحقق أو إنشاء ايه الجدول. هنا تفكر سارة في 3 أعداد مختلفة من 1 إلى 9 مجموع 20، أوجد جميع الأعداد الممكنة، يعني جميع الحلول. هنا هختار إيه؟ خمن وتحقق. يلا نبدأ بأحلى حاجة، تبدأ بالتسعة كبيرة، بس قال لك مختلفة، ما تقراش التسعة مرتين ولا الاتنين مرتين ولا التلاتة مرتين وهكذا. يلا ناخد التسعة واللي بعدها كام؟ 8. 9 و8 كام؟ 17، باقي لي 3. هذا أول إجابة صحيحة، هذا أول إيه؟ إجابة. نشوف هنا 9 وناخد معاه 7 يبقى 16، باقي 4 يبقى كده إجابة أخرى. يلا 9 ناخد معاه بعد كده بعد 7 6، 9 و6 15 باقي 5، تمام إجابة صحيحة. ناخد 9 بعد 5 كام؟ 5 بعد 6 5، 9 و5 14 باقي كام؟ 6، ما هي نفس اللي فوق، يبقى كده ما عادش ينفع 9 وآخر دي. نشوف 8، إيه اللي بعد 8؟ ما تقولش 9، 9 خلاص خلصناه، 7. 8 و7 15، صح دي إجابة صحيحة. 8 بعدها كام؟ ناخد بعد 7 6، يبقى كام؟ 14، باقي لي كام؟ 6، لا اتكررت، يبقى ما تنفعش 8، مع السلامة. نجرب 7، 7 ناخد اللي بعدها كام؟ 6، 7 و6 13، باقي كام؟ 7، اتكررت، مع السلامة. يبقى هنا دي فقط الأعداد المطلوبة. كم إجابة صحيحة؟ 4 إيه؟ 4 إجابات. يبقى التخمين والإيه؟ والتحقق. هنا تضم المدرسة 150 طالبا، هواية 55 طالب منهم القراءة و75 الرياضة، ويشترك 25 من الفئتين في الهوايتين معا، فما عدد الطلاب الذين لا يمارسون أي من هاتين الهوايتين؟ لاحظ ان ال 25 موجودة فين؟ موجودة في ال 55، وموجودة ضمن مين؟ ال 75. فلو جمعت دي زائد دي زائد ديت، يبقى انت جمعت المشترك مرتين، يطلع معاك السؤال غلط، لان دي مشترك 55 مع ضمنها كام؟ 25، وال 75 ضمنها 25. لو جمعت دي زائد دي زائد ديت، يطلع معاك السؤال غلط، يطلع معاك، يطلع 155. واصلا ان الطلاب كام كلاتهم؟ كلاتهم 150. فنعمل الشيء، استخدم اشكال فين، حاجه اسمها اشكال فين. ده المربع ده هيمثل المدرسة اللي فيها 150 طالب، هنوزعهم ازاي؟ للقراءة وايه؟ والرياضة، وبعدين اللي خارج الدايرتين هو الايه؟ المطلوب، اللي هم لا يمارسون اي من هاتين الهوايتين. طيب ازاي بقى اكمل هنا؟ لازم نبدأ بالمشترك، الجزء المشترك بين القراءة والرياضة كام؟ 25. شوف كده دايرة القراءة اهي، جواها كام القراءة؟ 25. باقي كام من 55؟ ايوه باقي 30. لو جمعت 30 زائد 25 يطلع 55. دايرة الرياضة اهي،
جواها كام؟ 25، بقى كام من 75؟ ايوه بقى ايه؟ 50. هنا نقدر نجمع دوت بقى كده، 30 55 و50 يبقى 105. 150 ده اللي بيفضلوا القراءة والايه؟ والرياضة. الباقي لا يفضل. نجيب الباقي ازاي؟ نطرح بقى 150 ناقص كام؟ ناقص 105 يطلع كام؟ 45، يتحطوا بره خارج الايه؟ دايرتين. يبقى انا وزعت ال 150 بهذا الشكل، يبقى الاجابه كام؟ 45 طالبا. سؤال اخر اهوت، هندي طبعا هنستخدم فيه انشاء ايه؟ انشاء جدول، واعطيك الالوان اهو. دي الوان السيارات في احد الايه؟ المواقف. طيب عايز ايه هو؟ كم تزيد السيارات الفضية على السيارات الايه؟ الحمراء. تمام، هذا الجدول اهوت، وكتبنا اللون والاشارات والتكرار، واكتب الالوان بتاعتي اللي هو عطاها لي بهذا الشكل. هنبدا نقرا بقى بسرعه. ابيض هيروح عند الابيض، احمر هيروح عند الاحمر، فضي اهو رتب معايا، اخضر فضي كمان فضي، اسود اهو شوف اهو اسود فضي كمان فضي اهو بالعرض اهو عشان خمسه، احمر كمان احمر، ابيض اهوت هنا ايه؟ فضي اهو فضي اهو، احمر جه على الاحمر وضع ايه؟ ابيض هنا على الابيض، هنا اخضر وهنا اسود وهنا فضي وهنا فضي وهنا اسود اهو اسود اخر سطر اسود بالعرض اهو فضي ابيض فضي بالعرض اهو ابيض تمام اسود اسود. وبعد كده ابدا اعد 5 و5 10، دي 4 ودي 5 و2 7 ودي 2 ودي كام؟ 5. طب فين الفضي؟ هذا هو الفضي، والاحمر احمر. كم تزيد؟ اطرح 10 ناقص كام؟ 4، او 10 ناقص 4 يساوي كام؟ 6، يطلع تزيد بكام؟ ب6. تمام. طيب شوف السؤال هنا، ينقل ساعي البريد في إحدى المدن 2000 رسالة بريدية يوميا لمدة 6 أيام في الأسبوع. عايزين نعرف هينقل كام رسالة في 5 سنوات، والسنة 50 أسبوع تقريبا. أنا عارف إن اليوم فيه بينقل كام؟ 2000. طب عايزين في الأسبوع، يبقى نضرب 2000 في عدد أيام الأسبوع كام؟ 7. لأ، لأن بيشتغل 6 أيام بس، يبقى في 6 هيداني كام؟ هيداني 12000 رسالة في الأسبوع. طب في السنة، يبقى نضرب ال 12000 في عدد اسابيع السنه اللي هي كام؟ 50. احط الاصفار واضرب 5 في 12 ب 60، هيدي 600 ايه؟ 600000 رساله. طب في الخمس سنوات، هيبقى نضرب ال 600000 في 5، احط الاصفار الخمس اصفار دهيت، و6 في 5 بايه؟ ب 30، هيديني 3 مليون ايه؟ رساله. تمام. شوف السؤال الاخير، اشترط ريم عدد من الأقلام والدفاتر بسعر 4 ريالات للقلم الواحد و5 ريالات للدفتر. إذا كان عدد ما اشترطته من الأقلام والدفاتر 17 إيه؟ قطعة، مبلغ 78 ريال. طبعا ده استخدم التخمين والتحقق وعمل جدول يعني. هنا الأقلام وهنا طبعا ديت إيه؟ 17 كلهم مع بعض، ودي ب4 ريال ودي ب5، وأكتب هنا المبلغ. أنا أوزع ال 17 هنا، ممكن أكتب هنا 10 وهنا كام؟ وهنا 7. يلا 10 أقلام القلم ب4، يبقى 10 في 4 ب40، و7 القلم الدفتر ب5 يبقى ب35، 75 صغير. تعال نبدل دي هنا كده، يلا 7 في 4 28، و10 في 5 بكام؟ 50. اجمع الحمد لله وصلت. يبقى هنا كام؟ 7 اقلام وكام؟ و10 ايه؟ دفاتر. وكده يكون وصلنا لنهايه درسنا، نلتقي في درس قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.